سامعين كده الحفلة الحمد لله فيها تفاعل كتير، تفاعل أمهات وأطفال الحمد لله. ساعدنا إزاي بقى، إحنا عملنا خطة والخطة دي الحقيقة اشترك فيها عضوات أساسيات من لجنة المرأة وعضوات مشاركات، والحمد لله دور العضوات المشاركات تم تفعيله بالفعل، وانضم لينا اعضاء كتير جدا او عضوات كتير قوي مشاركات من الثلاث فروع. النهارده نظمنا لهم حفل جميل جدا، تم دعوتي من قبل الدكتوره عزه زيان ان انا اشارك معاهم، انا عضوه اهلي زايد فرع زايد، فجينا النهارده وتعاوننا كلنا مع بعض ان احنا نطلع اليوم بالشكل اللي حضرتك شايفه. الولاد اتبسطوا جدا والامهات اتبسطوا اكتر، وان شاء الله تتوالى يعني، وان احنا تتوالى اللقاءات بيننا وبين الفروع الثلاثه. كان الوقت قليل اللي احنا نظمنا فيه الحفله، يعني بالظبط بصرف اسبوع، بس الحمد لله بصراحه هي اداره النادي هنا واداره الخدمات واستاذ سعيد مرسي واستاذ محمد الفي ساعدنا جدا في الموضوع ده. هو بصراحه كان بيوفر لنا كل حاجه، كل حاجه كنا بنطلبها بيوفرها لنا، ما قالناش لا على حاجه. احنا نظمنا الحفله لاربع اجزاء، الجزء الاول كان الكرافت ديزاين، ان احنا نعمل للاولاد حاجه بصورتهم تبقى حاجه ليهم هم ذكرى لليوم كله، ده كان اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عملنا لهم خروف العيد طبعا بالفشار، حاجه كانت حلوه قوي للولاد طبعا، والفنانه ايا عقيل نظمنا ليها الجزء بتاعها، وبعدين طبعا العرايس، الحاجات دي بتفصل الولاد كلها. كان الفكره ان احنا نعمل حفل للولاد قبل العيد، بحيث ان احنا نقول لهم يعني باك تو سكول وفي نفس الوقت اهلا بالعيد، ويكونوا كلهم مبسوطين. كل اعضاء لجنه المراه بيشتغلوا مع بعض، بس احنا الثلاثه انا ورانا ورشا اخذنا التاسك بتاع الحفله، فعملنا خطه في الاول ازاي هنقوم بالحفله وايه الفقرات الموجوده وايه الميزانيه اللي هنصرفها وهتمشي ازاي، يعني الفقره هتاخد قد ايه في الوقت، وازاي نسيطر على الاطفال عشان هي حفله طفل في الاول. والحمد لله الحفله طلعت حلوه الحمد لله. كانت اول تجربه بالنسبه لي، فخور بيها جدا ان انا ادخل صرح كبير زي النادي الاهلي، وانت حاسس ان انت في وسط اخواتك، يعني يمكن هنا اغلب اصحابي لقيتهم موجودين، ناس من عيلتي موجودين، فرحان جدا طبعا، احساس رائع لما تحاول ان انت تبقى سبب بسيط في رسم بسمه على وشوش اطفال بالجمال ده وبالشياكه دي. كلهم اهلي وكلهم صحابي وكلهم يعني مش عارفه اقول لك، حاسه ان انا هغني في بيتنا يعني، مش رايحه في حته بعيده خالص يعني، فطبعا منتهى السعاده والانبساط طبعا، ويا رب اقدم لهم حفله تعجبهم ويتبسطوا بيها يا رب.